عسلامة، مرحبا بيكم. انا اليوم باش نعمل ريسيت متاع الزرير، بيطلب من بعض الاخوات طلبوا مني باش نعمل لهم فيديو نوريهم فيها كيفاش نحضر الزرير. خذيت انا طي الجنجلان هذايا، نقيته وغسلته وحمرته شوية في الفور، هذايا الجنجلان. وخذيت طي البوفريوة، البوفريوة قشرتها وحمرتها زادة في الفور. وكيف نحمروها كيما توا هكا، نحمروها كلها تبدا على فرد كعبة فرد لون. نشعلوا الفور سخون بالقدي، نخليو حتى يسخن وبعد نحطوها ونوطيو عليها الفور. وخليت 300 غرام سكر ملحي باش نعمل الشحور، 150 مللتر ماء، نحط قارص باش نعصر شطر كعبة قارص، و 200 غرام عسل. توا ساعة باش نبدا نرحي الجلجلان، هاكا الجلجلان هاني رحيتو. وقت اللي نرحيوه هكايا حتى يسيب زيتو، يلزم نرحيوه برشا يكون أرطب هكايا، نحيوه بالقدا. توا هاني باش نفرغو، شوفوا كيفاش يبدا هكا حتى يسيب زيتو. هكا الجنجلان هاني كملت رحيتو، توا باش نحي البوفريوه. البوفريوه زيدا نرحيها كيما الجنجلان حتى تسيب زيتها، نرحيها رطبة رطبة على الأخر. أكل البوفريوة كملت رحيتها، توا هاني باش نفرغها. شوفوا كيفاش ترحات البوفريوة وكا جلجلين من لوطة، نخلطهم. توا باش نحضر الشحور، باش ناخذ السكر باش نصب عليه الماء، نخلطو زبدة. قبل نسيت ما قلتش على الزبدة، 200 غرام زبدة انا باش نحطهم في الزرير. توا باش نذوبهم، توا باش نهز نذوب الزبدة وباش نطيب الشحور. الزبدة ذابت وكل كشكوشة هذيا نحيوها متاع الزبدة، هذيا يلزمها تتنحى. كل كشكوشة كملت نحيتها الكلي، هكا قعدت كاين الزبدة. الشحور عنده درجة ونص يغلي قريب يطيب، راو كيما نحطوش برشا ماء في ساعة يطيب الشحور. توا باش نحط القارص، مغرفتين قارص. باش نزيد نخليه يغلي تريف وبعد نطفي عليه. الشحور طاب واني توا باش نطفي عليه. هكايا راهو يجي تطيبو، تطيبو باهي، ما نغليوهش برشا باش ما يجيناش يابس، وما نعملوهش زادا مرخوف. البوفريوة والجلجلان اللي رحيتهم هاني توا حطيتهم على النار، او باش نصب عليهم هكا الزبدة. هذه الزبدة اللي ذوبتها ما نصبهاش على الاخر خاطر في القعر يقعد الحليب، هذاك ما نحطوهش راهو يفزدو. توا نخلط ونقعد نحرك حتى يغلي باش ما يشد لناش. اكل فيك يا بدات تغلي، تا
توا هاني باش نصبك الشحور اللي طيبته. برد راه وغزلو كي يبرد كيفاش يبدا الشحور معسل كي العسل. نحرك ونخليه يطيب على نار واطية وساعة ساعة هكايا نحرك باش ما يشدلناش. هاك الزرير يغلي قريب يطيب. توا باش نحطك العسل. ونخلط. النجمو راهو نعملوه بالشحور برك من غير عسل. والعسل راهو نحطوه ويلزمو يغلي على الاقل درج درج ونص. ما كانش راهو كيف نعملو بزايد وباش نخليوه راهو ينجم يفسدلنا كيف نحطو العسل وما نغليوهش. الزرير طاب وهني توا باش نطفي عليه. وراهو كيف نطيبوه من المستحسن نطيبوه في المعونة التيفال باش ما يشدلناش. ونحركو نقعدو ديما نحركو. توا هاكا طاب وهاني باش نطفي عليه. الزرير اللي طيبتو احضر هاني عبيتو في الكوبيت هذوما وعبيت الشقيلة هذيا. وهذه طريقة تحضير الزرير التونسي. والزرير رانا نطيبوه للنافسة وزادا ناكلوه في فطور الصباح. وإن شاء الله عجبتكم الرسالة وبالسلامة.